السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. المؤثرة المغربية سلطانات تكذب سكينة غلامور، إليكم التفاصيل والفيديو. لا ولكن اسمحوا لي، ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع، ولكن بعض المرات بنادم كيستفزك. شكون عمر طلب منك الصلح؟ انا بعدا ما عقلاش على راسي. اوكي، كل واحد افتقاره، كل واحد الله يسهل عليه. كنتلاقاو بك كنديروا راسنا ما كنعرفوكش. واخا نورمالمون حنا اللي تادينا، وحنا اللي تسبينا، وحنا اللي تشهر بينا، وحنا اللي دار بينا اللي ما يدار، وكلشي باقي موثق في اليوتيوب. تنكون ساكته، تنكون ساكته، ولكن مي كنسمع الكذوب والاستفزاز وكنسمع ان بنادم كيبغي يرد راسو هو الضحيه، لا 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 زوينه، لا نو 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 با دو تو نو. غادي نرجع وغادي نجاوب اي استفزاز واي مغالطه كما كنت هضرت على المغالطه اللي قبل اللي هي قانونيه. نجاوب اي استفزاز واي مغالطه كما كنت هضرت على المغالطه اللي قبل اللي هي قانونيه. غادي نرجع ونهضر على هذه المغالطه هذه، حيت حتى حد ما طلب منك الصلح. وحنا حنا اللي تضررنا، ماشي انتيا، باش حنا نجيو نطلبوا منك الصلح. اوكي، حنا المتضررين، حنا المطالبين بالحق المدني. واش حنا عباد الله متضررين وضحايا ومطالبين بالحق المدني غنجيو نطلبوا الصلح من الناس اللي اداونا؟ فين عمرها كانت هادي؟ ملي بقى بهضر بالعقل الله يخليكم، مابقاوش تخربقوا، مابقاوش كتدخلوا تخرجوا في الهضره وتكذبوا الكذبه وتسيقوها. الوغ حنا مسحناكم من قاموس حياتنا، الوغ جيسبيغ ما تبقاوش تخرجوا في اللايفات وتبقاو تعطيو دي مغالطات للناس وديروا راسكم نتوما الضحايا. بعد المرات كنكون جالسه ما بيا ما عليا، تيوصلوني دي فيديو فيهم شي مغالطات وشي كذوب وشي تخربيق، بنادم كيبغي يرد راسو ضحيه باي طريقه. الوغ لا، انا ما غاديش نسكت، داكور، وانا ما غاديش نسكت للمغالطات والتخربيق. كما وقفتكم عند حدكم في المغالطه ديال لا فواتور وداك التخربيق اللي كان دار شحال هادي، غادي نرجع وغادي نهضر اوسي في هذا الموضوع هذا. شكون اللي عمرو طلب منك السماح ولا المصالحه؟ كنوجه لك الكلام، شكون؟ و100 مره 100 مره طلبوا مني جلسه صلح. رحمي بابا شي حد اخر بوتيت القارين ديالنا، مي انا عن نفسي حتى حد ما طلب منك جلسه صلح. هادي دو ماشي حنا متضررين، احنا متضررين من الأذية، من السب والشتم والتشهير والتشويه والضرب في العرض، يعني التشهير بجميع وبشتى انواع. وهادشي انا ما تنقولوش، انت راه موثق، موثق في التحقيقات، موثق في اليوتيوب، كلشي باقي مكتوب. وتجيو نتوما تقولوا اننا حنايا طالبين منكم الاعتذار، وانتوما ما باغيش طلب منكم السماح، وانتم ما بغيتوش تسامحوا. لا والله زوينه هادي، جديده. فين عمر كان المتضرر ولا المطالب بالحق المدني هو اللي تيطلب الاعتذار من المتهم؟ فين عمرها كانت هادي في شي قانون في العالم ولا في الدنيا؟ فين عمرها كانت؟ واش كتبقاو غير تكذبوا الكذبه وكتيقوها، ولا كتضحكوا على عقول الناس، ولا كتبغيو ديروا غير الباز وتهضروا؟ فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.